رئيس الجمعيه الوطنيه لسائقي النقل السياحي بالمغرب، الجمعيه الوطنيه لسائقي النقل السياحي بالمغرب. اولا كنشكركم وكنشكروا المنبر ديالكم على اتاحه الفرصه لنا باش من خلالكم نسردوا المشكل اللي عندنا. اولا جينا كنساندوا الفيدراليه الوطنيه بصفتنا اننا سائقين وداخلين في المنظومه ديال النقل السياحي، مسانده، وفي نفس الوقت هي مطالبه بحق، ماشي غير مسانده فقط. ثانيا الامر اللي كيهمني انا بالدرجه الاولى هو مساله السائقين، بالاخص السائقين الغير مصرح بهم، اي السائقين اللي ما استفدوش كاع من الدعم الجزافي اللي جاء عن طريق لجنه اليقظه، واللي جا كيخص الفئه الشغيله. هذه الفئه هذه اللي كتعتبر عريضه وما استفدتش من هذا الدعم. ما عرفناش حنا الدوله دارت اعتبار الاستفاده هو فبراير 2020 خصو يكون مصرح به، ولكن بما ان القطاع ديالنا حنا موسمي او شبه موسمي، وزائد ان النقل السياحي كان المتضرر الاول من هذه الجائحه، وبالاخص اللي عرفتي بان السوق ديالنا حنا كتشتغل مع الصين، والصين بدا الوباء في الشهور الاخيره من سنه 2019، وبشكل اوتوماتيكي يعني توقفوا الاغلبيه ديال الشغيلات توقفت على العمل مع البدايه ديال سنه 2020. هذا اللي جعلهم انهم ما يتديكلاروش في لاسينيسيس، وبالتالي ما يستافدوش من هذا الدعم الجزافي. نهضروا على مشكل اخر اللي كاين عندنا حنايا، هو مشكل ديال البطاقه المهنيه اللي ما عرفتش شنو السبب ديال التاجيل ديالها، كل مره كياجلوها، مع العلم ان هي غادا تحل لنا واحد النسبه كبيره من المشاكل اللي كيعانيو منها السائقين ديال القطاع ولا الشغيله بصفه عامه. هذه البطاقه المهنيه هذه لقينا فيها مؤخرا عده اشكاليات. الدوله كتقول بان الاستفاده من المجانيه مددته حتى ل 31 ديسمبر 2020، مددته ل 31 ديسمبر 2021، ولكن الاغلبيه ديال السائقين اللي كيبغيو يمشيو يستافدوا منها، ملي كيلتحقوا بالمدارس ديال التكوين كيلقاو الاشكال ديال ان الكوطا عند المدارس ما كتسمحش لهم باش ياخذوا الملفات ديالهم. زائد المشكل الاخر اللي هو الاغلبيه ديال السائقين ديال النقل السياحي، اغلبيتهم كيتعاملوا برخصه القياده من الصنفين بي ودي، وهذا اشكال ان واحد كيسوق النقل السياحي خصو يدوز البطاقه المهنيه ديال بي ويدوز الدي بوحدها، كل وحده بوحدها، وكل وحده بتسعيره يعني اغلى من الاخرى، وهذا واحد البير واحد الاشكاليه في اداريا يعني شويه كيعانيو منها السائقين. المهم لكي لا اطيل عليكم، شكرا. معكم غيزلان تويجار صاحبه نقل السياحي في مدينه مراكش. هذا اليوم الرابع ديالنا هنا في واحد الاضراب اللي مفتوح مع انا والزملاء ديالي. بعد اول حاجه كنبغي نقدم الشكر للسلطات اللي متعاونين معنا في مدينه مراكش، لان ماشي بالسهل باش نخرجوا للشارع ويكون هادشي منظم ويكونوا حامينا وخايفين خايفين تاهما علينا، وتحنا الحمد لله خارجين بسلمي. ومطالب راهي كثيره وهضروا عليها الاخوان ديالي قبل ما عندنا، علاش نبقاو نعاودوا نهضروا عليها ونعاودوا نهضروا عليها. يعني كنضيف هادشي هذا، كنضيف يزيدوا يجلسوا معنا ناس نيت من هاد المدينه هادي، لان مراكش راه مأثره كلها، راه ابار النقل السياحي راه مأثره مدينه كامله من هاد المشاكل اللي واقعه دابا. يزيدوا يتحاوروا معنا، يزيدوا يجلسوا معنا باش يزيدوا يعرفوا شنو حنا باغيين، باش الصوت ديالنا نطلبوا من الله انه يزيد يوصل، لان عينا نهضروا عينا نطلقوا البيبان ما كيكون حتى شي حاجه. وبالنسبه للدعم حتى هو الدعم حنا ما كنقولهمش يعطوهم لنا فلوس، الدعم هو الدوله تكلفنا بهادشي هذا اللي حنا فيه دابا، هاد لي زانتيري مع الابناك، لي زاسيغونس اللي كل نهار كيدفعوا لنا الشيكات ديالنا. حنا مهددين بالحبس، يعني ابار الافلاس راه حنا فيه، مهددين بالحبس. زائد اللي كيضرنا اكثر واكثر واكثر وكيضر الخاطر ديالنا هما الناس اللي كيخدموا معانا، ما بقيناش قادرين حتى نشوفوا فيهم، ما عندناش حنا حتى شنو نعملوا لهم، حنا راه فحالنا فحالهم. يعني كنطلبوا المسؤولين الكبار اللي كيدرسوا هادشي هذا يحرصوا على هذا الملف ديال النقل السياحي وبواحد السرعه اللي فائقه، لان هادشي راه فات الحدود ديالو بزاف، فات الحدود ديالو، واخا هما غيحلوا ماشي حل هذا،
لان ديجا هرسونا ملي شدوا هاد الشده هادي هرستنا اكثر من 3 شهور اللي جلسنا فيها الاولى، هادي كانت هرستنا بزاف، وكل نهار مهددين من الابناك ومهددين من لي زاسيغونس، كل نهار كنخافوا جاوبوا التليفون، كنعيشوا في واحد الظرفيه اللي صعيبه، ضغوطات نفسيه معنا الناس اللي هنايا كتاخذ دواء باش تنعس، دواء بزاف الحاجات باش يقدروا ينعسوا، لان الناس مستثمرين رزقهم ومنهم انا ومنهم بزاف بزاف بزاف، حتى كنصبحوا في هذا المشكل هذا حشومه وعيب وعار، وحنا في واحد الدوله اللي متقدمه دابا والحمد لله، يعني كنشوفوا بزاف الحوايج تبدلوا الله يسر سيدنا، يعني هما ماشيين، ولكن علاش هذا القطاع بالخصوص؟ هذا القطاع بالخصوص هملوه، ومع العلم ان هذا القطاع هو الوجهه ديال المغرب. يعني واخا لاجونسي هي اللي كتجيب السائح، ولكن اللي كيستقبلوا هو هذا السائق، وهذه هي الشركه النقل السياحي. يعني حنا ديما موفرين الحاجه اللي مزيانه للبلاد، الطوموبيلات هي كيبانوا كنشريوهم حنايا كنخرجوهم، والطوموبيل كدوز بها 3 سنين خصك تبدلها، ومي كتبدلها اصلا السومه ديالها كتمشي، ما كتبقاش هي هذيك، ما كتبقاش كيف ما كانت، يعني ماشي بحال لي زوطيل ولا لي ميزون دوت ولا طوموبيل، صافي عندها 3 سنين كتمشي خصك تبدل وحده اخرى، لاجونس كتقول لك لا ما بقيناش باغيين هذيك. كنطلبوا من الله ان هذا الشيء هذا يوصل 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 يوصل، وما كرهناش حتى شي واحد، شي مسؤولين هنا من مراكش هما كاينين بزاف صراحه، جلسوا معنا وتحاوروا معنا، ما كرهناش الا كاينين حتى شي مسؤولين اخرين، ما كاين حتى مشكل، نعملوا معاهم ونجلسوا معاهم ونتحاوروا معاهم، لان حنا مضرورين، وهذا الضرر اللي حنا مضرورين هما عارفينه عارفينه كاملين، لان متضرره مدينه مراكش بعدا كامله، زائد فاس، زائد يعني هذو المدن اللي بازين على السياحه متضررين كثر وكثر وكثر، وكنتمناو من الله ان يوصل هذا الشيء هذا ديالنا، وشكرا لكم، وكنشكركم حتى نتوما على هذا الشيء ديالكم. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.